عن حكم أن تصوم القضاء في أيام عشر ذي الحجة وتنويها قضاء، وكذلك تنوي تحصيل الثواب المترتب على صيام هذه العشر. لا بأس بهذا، لا بأس أن تصوم في التسع الأيام الأولى من ذي الحجة تنوي بذلك القضاء، ويرجى أن تنال أيضا فضل الصيام في هذه العشر لأنها شغلت النهار بالصيام، وإن كان صياما واجبا وإن كان قضاء، فهذا لا بأس به إن شاء الله.